هروب ذكي. هناك إمكانية التسديد الآن، والكرة جول. التسويب وضيع الهدف. برأيي أن اللاعب الجيد ينجح بهز الشباك من هذه المسافة. فرصة ذهبية لم يترجمها إلى هدف. لحظة بكل الخطورة وهم في هجمة مرتدة أخرى. إنقاذ بارع وإيقاف ممتاز للكرة. يتقدم إلى الأمام وفي نيته التوغل. ملعوبة قريبة جدا للحارس. يعيد الكرة إلى الخلف. قطعها في الوقت المناسب، أحس بقوة التهديد ووصل للكرة. إنهم يتعرضون لضغط كبير هنا. كانت تسديدة جيدة لكن قبلها الحارس بتصدي رائع. يوسع. جول جول جول. سمفونية آخر الليل بسم. يسعدني دائما مشاهدة لاعب كهذا. برأيي يكاد يكون من المستحيل إيقافه من الناحية المهارية. ستكون هذه آخر لعبة في المباراة مع انطلاق صافرة نهاية اللقاء. يجب أن لا ننسى أن التسلية هي أهم شيء في الكرة، ولقد استمتعنا بها بالتأكيد.